تبارك إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، عندما نقرأ في رسالة القديس بطرس الأولى الفصل الثالث آية 18 وتابع، المسيح مات مرة من أجل الخطايا، هو البار من أجل الفجار لكي يقودنا إلى الله، مماتا في الجسد محييا في الروح. يجب أن لكي نكون أكثر دقة، يجب نقل هذه الصيغة اليونانية ثاناتوثيس من ساركي، مماتا جسدا، جسدا للتمييز بالعربي، يعني بما أن للمسيح الإنسان جسدا فبضعف الجسد مات المسيح، كما نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس أن المسيح صلب بسبب ضعفه. طبعا المسيح الإنسان، ليس المسيح كلمة الله، مع أن عندنا مسيحا واحدا ولكن فيه يسكن كل ملء اللاهوت جسديا، كما نقرأ في كولوسي 2:9 إنه كاتيكي بان تو بليروما تيس ثيوتيتوس سوماتيكوس. القسم الثاني من الآية، زوبي ثيس دي بنيفماتي، محيا روحا، يعني محيا بصفته روحا، محيا بقوة الروح. ولم يرد ولا مرة أن المسيح قام في الروح. قام في الروح هي عبارة غير منطقية، لا أريد أن أقول أنها سخيفة ولكنها غير منطقية. ليه؟ لأن الروح لا تموت لكي تقوم. ما بصيرش تقول قام في الروح، زي ما تقول رأى بأذنيه وسمع بعينيه ومشى برئتيه، مش معقول. قام بالروح، طيب الروح لا تموت، كما نقرأ في سفر الجامعة وقهيلت فصل 12 آية 7، يعود الجسد إلى التراب وتعود الروح إلى خالقها خالقها. الآن نستمر في هذه القراءة، نفس بطرس الأولى فصل 3 بعد آية 18، يقول يكتب مار بطرس عن المعمودية أنها شهادة ضمير صالح وليس لإزالة بعيدا منكم أدناس الجسد. بقول لك هذه الآية تعني أنه لا معمودية للأطفال. طيب هذه الآيات بالذات كتبها مار بولس، هاي النص الأصلي بين إيديه، وكتبها من سيقرأها؟ البالغون الناضجون، مش راح يقرأها الأطفال اللي بيعرفوش يقروا، الأطفال اللي برضعوا، الأطفال اللي بيمشوش، الأطفال اللي بيحكوش. إذن هذه الآية موجهة إلى الكبار مش للصغار اللي برضعوا. هذه الآية تتكلم عن كبار دخلوا الفلك مع نوح، كان عندهم ضمير صالح بخلاف أهل صدوم وعمورة الذين لم يكن عندهم بعد ضمير صالح. على فكرة في الكتاب المقدس لا تحوي كل آية كل شيء، كما أن الكتاب المقدس كله لا يحوي كل شيء، كما تقول لنا آخر آيات من الفصل 20 عفواً والفصل 21 من إنجيل القديس يوحنا. هذه الآية إذا أردت أن تقول أنها تتكلم فقط عن معمودية الكبار أو
أنها فقط موجهة للكبار لا بأس، ولكن هناك آيات كثيرة لا يجوز إغفالها، تتكلم بوضوح الشمس عن معموديات الأطفال. إنجيل يوحنا الفصل الثالث، نيقوديموس يزور يسوع ليلا، ماذا يقول له السيد له المجد؟ إن لم يولد أحد، الكلمة اليونانية آنوثين، آنوثين تعني من فوق وتعني من جديد، لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هذا نيقوديموس متمخمل عقله زي ما بيقولوا عنا، بيقول ليسوع شو يعني الإنسان يجب أن يعود إلى رحم والدته حتى يولد من جديد؟ قالوا لا يا أبو الشباب، مش إيه؟ إن لم يولد أحد من الماء والروح، إذن إن لم يولد أحد، خلينا نجمع المعطيات، من جديد، من فوق، من الماء والروح، لا يقدر، بيحكي عن أولاد المسيحيين، لا يقدر أن يرى ملكوت الله، لأن المولود من الجسد، باليوناني من اللحم، المولود من اللحم هو لحم، والمولود من الروح هو روح. أولاد المسيحيين غير المعمدين هم كائنات جسدية لحمية، وأولاد المسيحيين المعمدون هم كائنات روحانية. هيك المسيح بيقول المولود من الجسد من اللحم إنما هو لحم، المولود من الروح هو روح. عفوا، بعدين مش بس السيد المسيح قال دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، كيف بدنا نودي أطفالنا عند يسوع؟ طريقتين، يا منعمدهم يا منقتلهم. ولا لا، دعوا الأطفال يأتون إلي، وينك يا يسوع؟ حتى أولادنا يروح عند يسوع نقتلهم ولا نعمدهم؟ طبعا نعمدهم. إذا وجد بعضهم أنه هاي الجملة الأخيرة أو الاستشهاد بهاي الآية الأخيرة غير قوي، انساها، مع أنه لها معناها. الرسل والتلاميذ الأولون عمدوا أطفال، بتقول وين مكتوب عمدوا أطفال؟ من كان له أذنان سامعتان فليسمع، اللي عنده عينين وعقل يقرأ بفهم بإدراك. الرسل عمدوا أطفالا مليون بالمية، وين هذا؟ في معموديات الجماهير الغفيرة. أعمال الرسل فصل 2 بعد آية 43 بقول موعد لكم ولأبنائكم، معناها للكبار والصغار، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، 3000 واحد اعتمدوا، نحو يعني غير الفراطة. هل كلهم رجال؟ فيش بينهم نساء؟ فيش بينهم نساء حاملات أطفال؟ فيش نساء ماشين أمهات ماسكين إيدين أطفالهم أو كامشين إيدين أطفالهم وماشين؟ 3000 نفس. إمتى هذا؟ يوم العنصرة، يوم أحد العنصرة، في كورنثوس الفصل، إذا أعمال الرسل فصل 18 آية 8 القسم الثاني منها، وكثيرون من الكورنثيين آمنوا واعتمدوا. كثيرون، تقدر تقول لي إنه كلهم رجال؟ تقدر تقول لي إنه كلهم فوق 30 سنة؟ تقدر تقول لي إنه ما فيش نساء ما فيش أطفال؟ هذا كله تجني تبلي غلط. أعمال الرسل فصل 10، القديس بطرس يعمد الضابط الروماني من الفرقة الإيطالية كورنيليوس وجميع أهل بيته وأنسبائه وأخص أصدقائه وغير الخدم وعائلاتهم في قيصرية البحر هون جنب يافا في فلسطين. أعمال الرسل فصل 16 أي 14 وتابع، ليديا بائعة أرجوان من تياطيرا سمعت كلام بولس، اعتمدت هي وجميع أهل بيتها، فتحربوا قلبها لتصغي إلى بولس، فاعتمدت هي وجميع أهل بيتها. نفس فصل 16 أعمال الرسل أي 34 وتابع، أخذهما أي السجان، أخذ بولس وسيلة في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما واعتمدا
للوقت هو وذووه أجمعون، وذووه أجمعون، كل العيلة بالليلة يعني كل أقاربه، يعني تسحب لها 30 40 50 60 70 80 واحد، وذووه أجمعون كلهم، كل قرايبه. بدك تقول لي كلهم رجال؟ بدك تقول لي كلهم عمرهم فوق 30 سنة؟ بدك تقول لي فيش نساء فيش أطفال؟ وذووه أجمعون، بأي حق بتقول لي إنه ما فيش أطفال؟ بقول لك وذووه أجمعون، ولا كانوا يخلفوهم كلهم كبار. أعمال الرسل فصل 18 آية 8، القسم الأول منها: وآمن كريسبوس رئيس المجمع في كورنثوس وجميع أهل بيته واعتمد، وكثيرون من الكورنثيون آمنوا واعتمدوا، معناه كمان آمنوا واعتمدوا مع جميع أهالي بيوتهم وعائلاتهم. كورنثوس الأولى فصل 1 آية 16، مار بولس يقول وعمدت كريسبوس، هاي كريسبوس المذكور أعلى، وعمدت أيضا بيت استفاناس. بيت شو يعني؟ عمد الحجار، الحيطان، الخزاين، الكراسي، عمد أهل البيت. هاي صار عندنا 5 عائلات، وزي ما بنقول بالعربي حمايل وعشائر وجماهير، وكل هذه على يد الجماهير العنصرة، خلينا نقول إنه بطرس وسائر الرسل. طيب العائلات الخمس اللي اعتمدت، بس عائلة على يد بطرس مذكورة، 4 عائلات على يد بولس. طيب ما الرسل 13 واحد، إذن باقي الرسل هذا غير التلاميذ، باقي الرسل كمان عمدوا جماهير وعمدوا عائلات، وبين الجماهير والعائلات كان في أيضا أطفال. وشكرا لإصغائكم.